توتنهام، برانلي، الدور الانجليزي الممتاز البريمير ليج. شاهدنا كيفاش المباراه وين توتنهام وين ضرب بقوه في هذه المباراه، شاهدنا كيفاش كانت الاهداف، يعني شاهدنا كيفاش بيل في الدقيقه الثانيه، هاري كين في الدقيقه 15، لوكاس مورا في الدقيقه 31، بيل كذلك في الدقيقه 55. وشاهدنا كيفاش 3 أهداف في الشوط الأول، هدف في الشوط الثاني من إمضاء بال في الدقيقة 55. شاهدنا كيفاش نقولوا بلي برانلي وين حاول لكن بدون جدوى. شاهدنا كيفاش مورينيو اللي دخل بخطة، يعني خطة اللي كانت في نقولوا بلي كان توتنهام، يعني وين نقولوا بلي نسبة استحواذ، يعني وين توتنهام 60% 40% برانلي. شاهدنا كيفاش مورينيو اللي دخل بخطة 4-2-3-1. شاهدنا كيفاش شيان من جانب برانلي اللي دخل بخطة 4-4-2، يعني وين كانت المباراة اللي كانت شيقة اليوم، وين نقولوا بلي توتنهام وين لعب بقوة بعد تضييع الكثير من النقاط في الجولات الماضية. شاهدنا اليوم كيفاش توتنهام يضرب بقوه، يعني شفنا لوريس في الحراسه، سيراج، شفنا كيفاش ديفين شونجيز، شفنا توبي، شفنا سيرجيو، شفنا كيفاش لوكاس مورا اللي خرج في الدقيقه 66، مينسون، شفنا هاري كين، غابرييل بيل اللي خرج اللي سجل هدفين وخرج في الدقيقه 70. شفنا كيفاش برانلي توك بوب، شفنا ماثيو، شفنا جيمس، شفنا بنيامين، شفنا تشارلي، جورج، اشلي، جاك، شاهدنا كيفاش جاي، شاهدنا ماتي، يعني وين نقولوا بلي رغم ذلك وين توتنهام وين لعب بقوه، لعب من اجل الفوز وفقط، خاصه اليوم، يعني وين تشاهد بان توتنهام وين دخل من اجل الفوز، دخل يلعب من اجل تسجيل اهداف، تسجيل يعني الذهاب بعيد في المباراه بعد نقولوا باللي تضييع الفرص، تضييع النقاط في الجولات الماضيه. وين نقولوا اليوم توتنهام حفظ الدرس ودخل بكل قوه وحزم من اجل الفوز وفقط، يعني لعب من اجل الفوز، لعب من اجل ان نقولوا باللي لعب كيما لعب من اجل ان يحصل على 3 نقاط وفقط امام برانلي. يعني وين نقولوا اليوم توتنهام وين عاد بقوه، يعني بالاهداف والاداء. هذه هي المباراه الجوله 26، توتنهام 4 أهداف برانلي 0 في الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج.